بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أثر آثار القصف على قرية القيسة من قبل عصابات الأسد بالهاون والمدفعية على قرية القيسة، وتحديدا جامع الكبير جامع عبد الرحمن بن عوف. في يوم الجمعة 7/12/2012، وهم المصلون في يوم الجمعة ينعدون على الأصابع. آثار الدمار على قرية القيسة في جامع عبد الرحمن بن عوف. وهذا الزجاج المبعثر في ساحة الجامع 7/12/2012. آثار القصف بالهاون والمدفعية على الجامع.